بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد السادة أعضاء المكتب المنسي، السيد القائد، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة أعضاء الجمعية العامة، تشكركم على الاستضافة، تشكركم على سعة السفر ديالكم. المهم جات هذه المبادرة جات واحد السياق اللي تنسميو واحد السياق اللي خدتو على الهيئة الوطنية للصناعة والحرفية الصناعة التقليدية كسنة على مستوى الجماعات الترابية ولا حتى على مستوى المقاطعات أو الجهات على مستوى الوطني. هذه المبادرة تجي في إحداث مراكز التكوين بالتدرج المهني. هذا البرنامج التدرج المهني هو واحد البرنامج التكويني تستهدف واحد الفئات العمرية من 15 سنة حتى 21 سنة، العنصر الذكوري والعنصر النسوي. بالتالي هذا البرنامج يدخل في واحد الإطار ديال واحد البرنامج ديال التكوين في العديد من الحرف والمهن. التجارب السابقة عطت الأكل ديالها على المستوى الوطني، تم إحداث مركز الفرصة الثانية لعامة مقاطعة البرنسي، مقاطعة الحي البرنسي للبرنسي، كاين مركز آخر في مدينة في عامة مقاطعة أنفا، كاين مركز إن شاء الله في مدينة مراكش، كاين مركز في مدينة في مدينة الجهة الرباط وخاصة في مدينة القنيطرة. بالتالي هذه واحد الدينامية اللي خدتها الهيئة الوطنية للحرف الصناعة التقليدية على مستوى الجهات والأقاليم. بالنسبة للنوعية ديال التكوين هو التكوين التدرج المهني. ما هو التكوين التدرج المهني؟ التكوين بالتدرج المهني هو واحد الفترة زمنية ديال التكوين تتشمل 20% داخل المركز اللي غادي تلقى فيه المستفيد برامج من التكوين المتكوين، وكل منطقة وعندها الخصوصية ديالها. منطقة الدار البيضاء نوعية خدماتية، ماشي مثلا أسفي، ماشي مدرعة. إذا تنعتمدوا على الخصوصية ديال كل منطقة والحاجيات ديال المنطقة للبرنامج ديال التكوين. إذا البرنامج ديال التكوين كما يلي هو 20% نظري و 80% داخل التعاونيات الحرفية أو المقاولات الحرفية. بالنسبة للخصائص أو الحاجيات اللي تنحتاجوها كانت تطبيق وتنزيل هذا البرنامج التكوين على الواقع هو الفضاء ديال التكوين. من الاساسيات هو الفضاء ديال التكوين والتجهيز ديالو. اما بالنسبه للباقي مثلا التجهيز ديال المعدات او المواد الاوليه او المكونين فهو تحت اشراف ديال الهيئه الوطنيه للصناعه والحرفيه الصناعه التقليديه. اي ان الجامعه توفر من الفضاء ديال التكوين وحبذا يكون تربحتي برشي ديال النقل ديال العالم القروي تعرف الخصوصيه وهذا الطابع. هذا حبذا تكون هذا المركز ديال التكوين والعمليه ديال النقل السهوله للتنقل ديال المستفيد لهذا الفضاء المهني. التزامات على حسب الشيء اللي كاين دابا حاليا الجامعه، التزامات ديال الجامعه تزويد الهيئه جميع المستفيدين والمستفيدات من كل التكوين العمل على تنسيق الجهود مع الهيئه والجامعه في مجال الدورات التكوينيه، توجيه الشباب الراغبين في استخدام برنامج التكوين التدرج المهني، توفير مركز متعقل تكويني. الالتزامات ديال الهيئه تأطير المستفيدين ومواكبتهم في مجال التكوين في حرف الصناعه التقليديه، توقيع شمولية التكوين، إبناء الشباب في تعاونيات ومقاولات صغرى ومتوسطة، تمارك للدراسة، تمارك الأطراف المتعاقدة على مساعدة المستفيدين للتكوين على احترام التكوينات الحرفية والتعاونية، مواكبة التكوينات الحرفية والتعاونيات المحدثة وتقنيات قدراتها المعرفية والإنتاجية، مساعدة مع خط مشاريع مدير الدخل المهني شركاء آخرين. المادة الخامسة تصبح بالاتفاق يسير المفعول على نفس العادية، المدة السرية ديالها مدة 3 سنوات، يجدد الاتفاق يمنا من بعد الأطراف يعني الإنهاء ديالها. غير مسألة أخرى مهمة مدة التكوين. بالنسبة للعملية ديال مدة التكوين هي المهمة، العملية ديال التكوين تتمر في 11 شهر. هذا القانون المنظم ديال البرنامج أو البرنامج التكويني تيضم 11 شهر. المستفيد تيجينا طويلة.
تكنولوجي طويل الشروط السن من 15 سنة حتى 21 سنة. بالنسبة للمستثمر الهيئة تتحمل الباسيرونس ديالو، تتحمل المواد الأولية ديالو، تتحول برنامج التكوين ديالو أنه مؤطر ومكون على الهيئة تتكلف بالجانب هذا مستحقات الإشراف والتكوين في الهيئة الوطنية الصناعية الصناعة التقليدية اللي تتحمل هذه العملية، وأيضا العملية اللي مهمة في هذا العمل كله بعد مرحلة التكوين النظري والتطبيقي وهي لاسيرسون، هي مرحلة ديال التتبع. بعد هذا التخرج المستفيد أو المستفيد باش يخرج لنا عطينا داك الدبلوم غيكون دبلوم ديال التكوين المهني، إذا عنده واحد القيمة مضافة، أن الدبلوم مابقيناش نعطيو مثلا التعاون الوطني لان مثلا الدوله لا بيك تقول لك لا خصو يكون في المعادله ديالو تبقى واحد شويه ديال الصعوبات. اذا هذه الاتفاقيه غتكون مع مؤسسه ديال التكوين المهني. بالنسبه لليوم، يوم تنعتبره يوم استثنائي في اطار العمل اللي تتقوم به الهيئه الوطنيه للصناع وحرفي الصناعه التقليديه تحت اشراف التنسيقيه الجهويه لجهه مراكش اسفي باشراف السيد المنسق الجهوي السي السعدوني. الحمد لله هذه المبادره، هذه مبادره طيبه اللي تتجلى في واحد عقد اتفاقيه شراكه مع جامعه ولد سلمان التابعه ترابيه لعمله اسفي. هذه المبادره تتجلى في التكوين في اطار التدرج المهني، هذا البرنامج للتدرج المهني اللي تهدف او تستهدف الشباب والشابات في الفئات العمريه من 15 سنه حتى ال 21 سنه في اطار برنامج تكويني في مهن اشغال البناء، خاصه في مهنه نجاره الالمنيوم، الصباغه والديكور، وايضا كهرباء البناء. هذه المبادره اللي تم منها المجلس من خلال المصادقه على هذه الاتفاقيه والتوقيع عليها، بالتالي هذه مبادره طيبه تتهدف الى التشغيل والتشغيل الذاتي والنهوض بالشباب والشابات ديال جامعه ولاد سلمان التابعه الترابيه لعمله اسفي. نعم، هاد المبادره تتهدف الى التشغيل والتشغيل الذاتي، وبالتالي اعطاء فرصه ثانيه، اعطاء فرصه للشباب للانفتاح على سوق الشغل في اطار اشغال البناء، ولكن في اطار مقاول ذاتي او تعاونيه للانفتاح على سوق الشغل في اطار حرفي احترافي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.